اصدقائنا معنا النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد لبرضو مسلسلين من مسلسلات رمضان وهم يعتبروا اوفيشال تريلرز. المسلسل الاولاني لحم غزال كنا اوريدي عملنا له تريلر رياكشن وكان اوفيشال تريلر برضو, بس ده تقريبا اوفيشال تريلر 2 وكنا مدينه نسبه ترقب 7/10. وبصراحه الاعلان ما عجبنيش قوي صراحة, يعني ما عجبنيش قوي, كنت متوقع احسن من كده. في حد كان قال لي ان التريلر او الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل لحم غزال الجديد احلى بكتير من الاوفيشال تريلر اللي كان نازل الاول, فقلت تمام هعمله, قلت تريلر رياكشن لما ينزل. وفعلا نزل التريلر رياكشن, التريلر الجديد, وهنعمله تريلر رياكشن النهارده. والمسلسل الثاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو مسلسل الطاووس. هنبدا الاول بمسلسل لحم غزال عشان احنا عاملين له قبل كده تريلر رياكشن, وكنا اتكلمنا قبل كده في الكاست قلنا ان هو من تاليف اياد ابراهيم ومن اخراج محمد اسامه وفي غدا عبد الرازق وعمرو عبد الجليل وشريف سلامه ومحمد شاهين ومي سليم وفاء عامر ووليد فواز, في ناس كتيره يعني. اتكلمنا قبل كده في الكاستلس في فيديو من الفيديوهات اللي احنا كنا عملناها بتاعت التريلر رياكشن لمسلسل لحم غزال. فانا حابب ان انا اخش على طول في التريلر عشان نعمل التريلر رياكشنز بتاعنا لمسلسل لحم غزال. مش عايز اطول عليكم كتير, يلا بينا نعمل على طول التريلر رياكشن بتاعنا, يلا بينا. انا جيت هنا عشان اهرب من كل بيحصل في حياتي, انا بدور ومليون حبل مكتفين, انا مش عارفة اعمل ايه, مش قادرة ابص في وش اي حد. انت ليه عطوشة كفاية؟ وهو مين يشوفك يا بنت ما يشكش فيك؟ اي غلط هنا ممكن يؤذيني اذى وحش. اسمك ايه؟ غزال. اي نعم احنا بينا سر بس مش مشكلة نعديها. انا عايز اعرف كل حاجة عن جوز النسوان دول. بنت دي شكلها مش زيها وحكايتها اكبر من عبايتها. انا مش ناقصاك, انا على اخري. من يوم ما خدته مني وانا بنام بحلم بموتكم. وانا ليه لما ربنا بيعمل فيا كده؟ كل ده عشان عايز اكل لقمه عيش بالحلال؟ قرفه السهواكه دي ما تجيبش حلال خالص. انت ربنا وقعك في سكه ناس كلها شر. اعمل شيء عشان الكوبايه اتكسر. الكوبايه في ايدك يا معلم. ايه؟ انت عارفه اللي انت قلتيه ده يعمل فيك ايه؟ غصب عني. بعد الدم مفيش سلام ولا كلام. ما تبص بقى, انا كل حاجه في حياتي بتبوظ. هو انت عارف لو سمعت ولا عرفت ان انت قعدت مع العالم الرمب دي؟ اللي بيجيني مش لازم حد يعرف عنه حاجه. انت مين يا بنت؟ غزال. غزال مين؟ اوكي يا جماعه, هو فعليا التريلر ده احلى بكتير من التريلر اللي كان معمول قبل كده. ده فعلا يعني الشخص اللي قال لي ان التريلر ده احلى من التريلر اللي فات بصراحه كتر الف خيره, لان فعليا التريلر ده احلى بكتير قوي من التريلر اللي كان عملت له قبل كده تريلر رياكشن. جدعان المسلسل ده والتريلر وغادة عبد الرازق والكاست ليست كله في حته, عمرو عبد الجليل وإفهاته دي كلها في حتة تانية. أنا حرفيا لو قررت إن أنا أتفرج على المسلسل ده السنة دي حرفيا هتفرج عليه عشان خاطر عمرو عبد الجليل. يا جدعان الراجل ده مش طبيعي, الراجل ده بجد مش طبيعي بجد. إفهاته وهو ككاركتر ودماغه دي في حتة تانية خالص بجد والله, مش I'm not even exaggerating والله حتى, بس بجد الراجل ده الكوميديا بتاعته زي ما بيقولوا كده never gets old, يعني الكوميديا بتاعته عظيمة فشخ يعني بجد. الراجل ده دماغ متكلفة, وقلشاته أو إفهاته اللي بيقولها مفيش حاجة بتجلي منه خالص, يعني حرفيا بجد والله بدون مبالغة مفيش إفه عمرو عبد الجليل بيقوله تمام بيجلي منه بجد, مفيش إفه بيطلع منه سخيف. الراجل ده بجد عبقري, عبقري كوميديا بجد عبقري. نسبة ترقبي للمسلسل لما عملت له تريلر رياكشن في الفيديو اللي فات بتاع لحم غزال هو كان 7/10. نسبة الترقب بتاعتي للمسلسل بعد ما اتفرجت على التريلر, نسبة الترقب بتاعتي عليت ل8/10. بصراحة مسلسل حلو, انا متحمس سيكا للمسلسل ده احسن بكتير من المسلسل بتاع السنة اللي فاتت اللي كان اللي هو سلطنة المعز ده. انا بصراحة المسلسل بتاع السنة اللي فاتت كان بايخ قوي من وجهة نظري, ما عجبنيش نهائي, كان في اوله برضو كان حلو وابتدى بعد كده يبوخ يعني. ده بالنسبة لي
مسلسل لحم غزال. النهارده هنعمل قلنا التريلر رياكشن بتاع لحم غزال، وهنخش على التريلر الثاني او الاوفيشال تريلر الثاني بتاعنا لمسلسل الطاووس. وده اول مره هيبقى لينا علاقه بمسلسل رمضاني جديد، ما عملنا لهوش قبل كده تريلر رياكشن، وهو من تاليف كريم الدليل ومن اخراج رؤوف عبد العزيز. فريق الكاسلس بتاعنا بتاع البطولة للمسلسل الطاووس معانا جمال سليمان، سميحة أيوب، سار الصايغ، وفرح الزاهد أخت هنا الزاهد، ومعانا أحمد فؤاد سليم وياسر فرج وأشرف مسرحي وناس تانية كده أنا بصراحة ما عرفاش وجوه جديدة. مش عايز أطول عليكم كتير، يلا بينا نخش على طول في الأوفيشال تريلر بتاعنا المسلسل الطاووس. طبعا كالعادة مشوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة، يلا بينا. رئيس النيابة العامة، تحية تقدير واحترام. مقدمه كمال لسطول المحامي، وكيلا عن اكتب اسم أمنية الثلاثي. أنا خلاص اتفقت مع ريهام وجابت لي شغلنا في الساحل الشمالي. سياحة حلوة أمنية، معرفش ليه كده أنا قلبي مش مرتاح لحكاية الشغلنا الجديدة دي خالص. مش هتحكي لي حكاية البت دي؟ المشكو في حقهم قاموا باغتصابها حال كونها فاقدة للوعي، مما يعد جريمة اغتصاب مكتملة الأركان. الفرح اللي حصل في كل ده، ده كان فرح. لو انت مصدق ان انا مظلومة هات لي حقي من اللي عمله فيا كده. محدش فيك واخد باله ان البنت اللي قدمت البلاغ فينا دي معاها حق. انا ما عملتش اي حاجة تستاهل كل اللي بيحصل لي ده، انا ليا حق. واحسن وامن مكان ليكي انت وسميه دلوقتي عندي ما تلت امنيه دي مسؤوليتي انا. ايوه يا عم انا ملح. الحكايه حكايه فلوس، اتفضل ده محامي تعويضات. انت عارفه ان انا ممكن اقلبها لك قضيه راي عام. في زمن السوشيال ميديا تستطيع ان تصنع قضيه من لا شيء. زين بيدور عليا، عايز اعرف مين عامل البيج. حيوان مين يا اسماء؟ خلاص شفت قضيه تعويضات بقت مصير الغلابة. مفيش راجل في البلد دي واحد عنده دم. لما هي متصورة مع الشباب الهاي في الساحل الشمالي، عرفاني بقى وهاتك كلام في الجواز ليه؟ انت مجنون، تعرف دول ممكن يعملوا فيا ايه؟ دي حرب يا توفيق، حرب. قلت اسمعيني للاخر، احنا هندفنك حي. قررنا حل القضية لعدم كفاية الأدلة. احنا ما بنتحبس زين بخير طول ما ابوها عايش. انت الشيطان ذات نفس. اوكي يا جماعه، غير ان هو مسلسل متصور في محافظتي الجميله الاسكندريه، المسلسل ده هيبقى مفاجاه على فكره. المسلسل ده من وجهه نظري هيبقى مفاجاه السنه دي. انا كنت متوقع ان مش عارف ليه حسيت ان انا يعني قبل ما اتفرج على التريلر حسيت ان انا هفقد الامل فيه ومش هيخش دماغي بصراحه. لا بصراحه شكله برضه هيبقى حلو. انا مش عارف هو في ايه يا جدعان، يعني ما ترحمونا بقى شويه. المسلسل هيبقى حلو، انا قلت يعني انا شايف البطوله هتبقى سهر الصايغ وجمال سليمان وسميحه ايوب، الثلاثه يعني الثلاثه بروتاجونست او الثلاثه هيبقوا ليدنج اكتور اند اكترسز. يعني بيفكرني بالقضيه اللي كانت حصلت من فترة، قضية الفيرمونت، اللي فاكرين الفندق بتاع الفيرمونت، قضية الاغتصاب اللي حصلت على ما اعتقد، يعني مش عايز برضو اهبد بس عندي احساس انه حيدور حوالين القصة دي. يعني المسلسل شكله حلو والله، بس انا عندي احساس ان المسلسل ده هيتظلم وسط المسلسلات التانية. يعني المسلسلات التانية اللي معانا في رمضان حاسس ان هو هيتظلم وسطهم، لان حاسه هيبقى حلو. وسهر الصايغ انا بصراحة بحبها جدا وبحب تمثيلها، يعني شاطرة بجد شاطرة، وطبعا سماحة ايوب يعني ممتازة. بس انا مش عارف هتفرج عليه ولا لا، عشان برضو اكون صريح معاكم، لان برضو زحمه مسلسلات رمضان السنه دي كتيره قوي 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 قوي، وما اعرفش اذا كان هتفرج عليه حتى بعد رمضان ولا لا. بس على فكره المسلسل هيبقى حلو، المسلسل هيبقى حلو. نسبه ترقبي للمسلسل 7/10، وده رقم مفاجئ بالنسبة لي، ان انا بعد ما اتفرجت على التريلر ان هو يعجبني، ان انا حسيت ان انا مش هيخش دماغي المسلسل، بس لا هيبقى حلو. انا من وجهة نظري شايفه هيبقى حلو. يعني
بس دي كانت حلقتنا النهاردة في رمضان في البيت على هوم سينما. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله. شوفوا فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم. ما تنسوش برضو تعمل سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. وباي باي.